يتم هذه اللحظات وحدة الانطلاقة لإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2024 العادية، هي الامتحانات الوطنية في على مستوى إقليم بن ملال على في 34 مركز امتحان. هذه المراكز كتستقبل حوالي 7800 مترشح ومترشحة، منهم 23% أحرار و55% إناث. لإنجاح هذه الدورة أو هذا الاستحقاق الوطني، قامت المديرية في إطار تنزيل توجيهات ومقتضيات الوثائق الإدارية والمذكرات والمراسيم باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنجاح هذه الدورة بضمان سرية تامة وكذلك بضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر التام لجميع المتدخلين في إنجاح هذه الدورة، سواء سيد الوالي والولاية، سيد مدير الأكاديمية والأطر العاملة بالأكاديمية، الأطر العاملة بالمديرية الإقليمية، وكذلك رجال الأمن ورجال الدرك والقوات المساعدة. وكنتقدموا بالشكر التام كذلك لجنود الخفاء، السادة أطر الإدارة التربوية والسادة أطر هيئة التدريس وهيئة التفتيش وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية على المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.